طب أما آن الأوان أن العالم يبدأ يتعامل مع إسرائيل بالمنطق والواقع، ألا وهو أنها الدولة الوحيدة الباقية على ظهر البسيطة اللي بتمارس الاحتلال الكولونيالي. يعني ليه العالم متغافل عن ده؟ أنا بسألك السؤال ده دكتور رامي في إطار المكالمة اللي تلقاها النهاردة فخامة الرئيس من جو بايدن، واتكلموا في هذا الاتصال الهاتفي على مسألة ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإقرار هذه الهدنة، وإنه نبدأ نشتغل على الحلول النهائية لهذا الملف. إزاي عالم يصف نفسه بأنه العالم الحر لكنه يتعاطى ويتعامل ويؤيد ويدعم دولة هي الأخيرة في العالم بوصفها دولة احتلال كولونيالي؟ ممتاز. بص يا فندم، إسرائيل هي، هرجع تاني لنفس القصة، الصورة الذهنية اللي بتوظفها ايه، نعمل فلاش باك على اللي حصل في 7 اكتوبر. لو طلعت حضرتك اسرائيل ما ردتش في نفس اليوم، لا دي ردت يوم 9. ليه؟ لان كان لازم ترويج ان اللي عملته حماس في 7 اكتوبر هو جرائم حرب بتستدعي مبدا الدفاع الشرعي عن النفس، وبالتالي صوروا صور الضحايا وصور القتلى الاسرائيليين عشان يستعطف الراي العام العالمي تجاه اسرائيل ويقف معاها في الثأر لنفسها، ووقع في فخ الصور المضروبه. بالظبط. المسألة هنا ان الدفاع الشرعي عن النفس كان مجرد كفر او تمويه لجرائم الإبادة الجماعية اللي بتعملها اسرائيل. طيب هنا هنرجع تاني للمجتمع الدولي. للأسف المجتمع الدولي بيقف عاجزا امام اي طرف بيستخدم القوة في العلاقات الدولية، لان المجتمع الدولي ممكن يضحك عليه او ممكن يتسم بإزدواجية المعايير، لان ما سبقش ان المجتمع الدولي انقذ شعب ضعيف من طرف بيستخدم القوه تجاهه. وعلى سبيل المثال اهو الاوكرانيين موجودين دلوقتي، محدش انقذهم، ومحدش انقذ العراقيين في 2003، ولا انقذ المسلمين في ميانمار. وبالتالي المساله هنا هنلجا للاسف استخدام القوه، حتى القانون الدولي والمواثيق بتقف عاجزه، وللاسف السياسه هنا نفسها فندم ما بتعرفش الا المصلحه. وبالتالي في دول من مصلحتها تتعاون مع اسرائيل هتلاقيها بتغض الطرف عن ما يحدث. على سبيل المثال روسيا من مصلحتها استمرار الحرب ده. ليه؟ لأن إسرائيل بتستنزف الدعم الأمريكي اللي هو كان المفروض يروح لأوكرانيا، وبالتالي للأسف المصلحة هنا هتلاقي في ناس من مصلحتها استمرار المجازر دي. بس هرجع وأقول لحضرتك الدور والباقي مش على اللي بيستخدم القوة في العلاقات الدولية فقط، على اللي اداله الفرصة أساسا إن هو يعمل ده. يعني معناها ايه؟ انا يا فندم لو دارس اللي هعمله في 7 اكتوبر ان هيترتب عليه قتل 34 الف واحد واصابه 78 الف، انا دارس ان هيحصل كده وعملته يبقى انا واحد مجرم، ولو انا مش دارس ان هيحصل كده وعملته يبقى انا واحد فاشل. وبالتالي لازم اتسال ولازم يبقى فيه محاسبه. انا عندي دايما بقول للناس، بعمل مقارنه، يعني اسمح لي حضرتك اعرضها، المقارنه هنا ما بين اللي حصل 7 اكتوبر. بس في حاجه دكتور، يعني علشان ابقى يعني منصف لو صح التعبير، في النهايه ما حدث في 7 اكتوبر من قبل المقاومه الفلسطينيه، او حتى لو ارادنا تسميتها بحركه حماس تحديدا، اللي حصل في 7 اكتوبر هو نتيجه طبيعيه جدا لتراكم من الانتهاكات والمذابح اللي كانت بتحصل بالاساس في الضفه، مش هقول لك بقى في غزه، كان بدأت في الضفة لمدة سنة ونص متوالية، انتهاكات وإبادة ومذابح واستهداف ودخول مستوطنين على القرى الفلسطينية. وأيضا طبعا لا نستطيع نسيان أنه كان بيتم اختطاف الأطفال من الشوارع في القدس، زي الطفل اللي لقوه ملقى على يعني حدود المدينة العتيقة بعد أن عذب ثم قتل إلى آخره. ففي النهاية أنا في عندي تراكم شديد جدا وواسع جدا وعميق جدا ومؤلم جدا يدفع إلى أنه ممكن يبقى خروج عن السيطرة، إذا عايز تسميها بالطريقة دي.